طيب مصطفى، يمكن البرنس عامل، يمكن رغم تصنيفه او ان هو من بطولة محمد رمضان، الا انه مشاهده ممكن ما تبقاش كبيرة قوي. يعني نقدر نقول ان هو بطولة جماعية، ودي حاجة كمان تحسب له ان اسم محمد رمضان محطوط، ولكن البطولة جماعية. هل شايف ده ضاف للمسلسل ولا بيقلل من الدور؟ هو محمد رمضان بيكفر عن ذنوبه في اخر 3 سنين، فكرة ان انا بطل من الجلدة للجلدة، وان انا لازم اظهر في كل مشهد، وان انا لازم ابقى البطل الاوحد ومحدش يقدر يمثل قدامي غيري. ده يعني محمد دلوقتي اعتقد كل ما هيكبر في السن، محمد لسه صغير، والنجوميه جات له بدري شويه، فكان زي ما بيقولوا بلغه بتاع فاتح صدره، مش عايز حد يمثل جنبه، انا كل حاجه، انا اللي بنجح العمل. اعتقد ان هو دلوقتي في مرحله فهم ان العمل لازم يقوم على فكره تروح الجماعه، ان في نص كويس، في مخرج كويس، في ممثلين منورين جنبي. محمد رمضان في السنين اللي فاتوا كان بيختار المخرج وبيختار الورق وبيختار فريق التمثيل وبيختار القناه اللي هتعرض له، وممكن كمان كان يختار المشاهدين اللي يتفرجوا عليه، لان حاله الايجو كانت كبرت جدا عنده. السنه دي هو راجع يعمل حاجه واحده مهمه جدا، ان هو يمثل اللي مكتوب له واللي المخرج قال له عليه وينفذ تعليماته في حق النجاح دوت. واعتقد ان رمضان هيعاني لو قرر يتخلى عن محمد سامي، او انه يبحث عن محمد رمضان بتاع الاعوام اللي فاتت. لازم يفضل ماشي في السكه اللي هو ماشي فيها دي عشان يبني لنفسه تاريخ، ويبني لنفسه زي ما قلنا في الاول عن ممثل الكوميديين قواعد يقدر يوقف عليها في المستقبل. والفيدباك كمان اللي جاي عليه حلو جدا.